الشخصية. عرف ألبرت الشخصية بأنها التنظيم الدينامي في الفرد لتلك الأجهزة الجسمية النفسية التي تحدد مطابقة الفرد في التوافق مع بيئته. وهذا التعريف شامل، فهو يتضمن العوامل الرئيسية في تحديد مفهوم الشخصية، إذ أن علماء النفس لم يتفقوا جميعا على تعريف واحد للشخصية، وذلك لأن كل منهم ينطلق من نظريته الخاصة التي ينظر إلى الشخصية من خلالها. وقد وضع الكثير من العلماء نظريات في الشخصية، وذلك في محاولة لوضع إطار عام يفسر سلوك الفرد.